مصمم ديكور حفل زفاف الأميرة إيمان يكشف المستور عن شخصيتها، والملكة رانيا كان لها طلب غير متوقع منه. تفاصيل مبهرة تضمنها ديكور حفل زفاف. حاكت شخصية الأميرة إيمان ووالدتها الملكة رانيا كان لها طلب وحيد. لفت الديكور الخاص بحفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله من خطيبها السيد جميل ألكسندر تريميوتس، والذي أقيم منذ يومين في بيت الأردن بيت الملك في عمان أنظار المتابعين حول العالم نظراً للتفاصيل المبهرة التي تضمنها. وكشف السيد عبد الله عاصي صاحب الشركة الأردنية التي أشرفت على تصميم الديكور التفاصيل التي اعتمدوا عليها للخروج بهذه الصورة الرائعة والراقية. وفي مقابلة له مع موقع هي، قال عبد الله عن شخصية الأميرة إيمان: إنها أميرة راقية تجمع في شخصيتها الرقي والهدوء والجاذبية، وقد انطلقت من هذه المحاور الثلاثة لأقدم لها تفاصيل ديكور زفاف تحاكي شخصيتها. أما على ماذا اعتمد للخروج بتفاصيل هذا الديكور فقال: مما لا شك فيه إن كل التفاصيل تعتمد على ذوق العروس وشخصيتها، وما إن تعرفت على شخصية الأميرة إيمان وعرفت تماماً ما الذي ترغب فيه وما ترفضه في حفل الزفاف حتى بدأت أرسم التفاصيل المناسبة، وجاءت النتيجة مزيجاً من ذوق العروس ولمسات الخاصة لنقدم لمسات تحاكي الطبيعة وجمال فصل الربيع وزهوره وألوانه. وتحدث عبد الله كذلك عن باقة الورد التي حملتها الأميرة إيمان بيدها قائلا: لم يكن من المفترض أن تكون كبيرة الحجم حتى تطغى على جمال فستان الزفاف، ونسقت بتفاصيلها مع تفاصيل الفستان والورود المختارة. وخلال المقابلة كشف عبد الله كذلك عن طلب وحيد كان لوالدة الأميرة إيمان الملكة رانيا العبد الله، وهو الرقي والبساطة فقط. ومن ناحية أخرى، كانت نشرت الملكة رانيا العبد الله يوم أمس الأغنية الكاملة التي أهدتها الفنانة اللبنانية إليسا للأميرة إيمان لمناسبة زواجها، وكتب كلماتها ولحنها الفنان اللبناني مروان خوري. وأرفقت الملكة رانيا فيديو الأغنية الذي نشرته على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام بمشاهد ولقطات جديدة من حفل الزفاف الأسطوري، وأرفقت الفيديو بتعليق: حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني، لا في صحوتي ولا في منامي، في حفظ الله ورعايته.